هكذا وعلى بركة الله وحفظه مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ينطلق الشوط السادس في المجموع لهذا الصباح المخصص للقعدان. تابعنا معاكم الشوط الماضي الذي ذهب من نصيب جمانة لمالك هادي بن عبد الله بن مايد المسافري، سجلت 4:43. نسير مع هذا الشوط ونتابع المركز الأول على مقدمة الشوط. من يأتينا على الصدارة مباشرة اللي هو مشكور سيف بن سالم بن سيف النيادي، بينما المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات وهذا الاندفاع اللي هو ضد حمد بن سهيل بن غمش الشريفي. المركز الثالث نجد سلطان بن مبارك بن حمد النعيمي. المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات اللي هو يحمل رقم 21 مع هذه المنافسة الغوية، وهناك الوصول القادم مع هذا الشوط شمردل حميد بن محمد بن معصم الفلاسي يقدم هذا الاسم، وهناك التحدي في هذه اللحظات حملول سالم بسلطان بن ميرين الكتبي يقدم هذا الاسم في هذه اللحظات، وهناك من القادم في هذا الاندفاع الفارس محمد بن حمود بن محمد الدرعي. هكذا النتيجة، هكذا الأسماء المتقدمة في هذه اللحظات ضد حمد بن سهيل بن غبشي الشريفي يقدم ضد على المركز الأول وعلى بداية الشوط في هذه اللحظات وهذا الانطلاق الرائع مع هذا الأداء. المركز الثاني يأتينا مباشرة، هناك يحمل الرقم 21 في هذا التحدي، ليس بدور في الكشف وانما في كشف البيانات الموجوده مع اللجنه، بينما المركز الثالث اتابع القدوم في هذه اللحظات الفارس محمد بن حمود بن محمد الدرعي. شوف الاسماء الاخرى يوم صورها ورجع الى ضد الذي يعلن تواجده هنا على المركز الاول. يلا يا ابو الغمشي، التركيز مطلوب مع الصداره بانطلاقة ضد حمد بن سهيل بن غمشي الشريفي يقدم هذا الاسم في هذه اللحظات وهذا الانطلاق المثير. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الثاني اعتقد شعار هادي بن عبد الله بن مايد المسافري، والثالث هناك الوصول في هذه اللحظات. نتابع الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، المركز الثاني قادما بكل قوه الفارس محمد بن حمود بن محمد الدرعي. نتابع هذا الاداء، نتابع الانطلاق، نتابع العرض عالي خالد بن سعيد بن مبروك الحميري، وصل بن مبروك، وصل بهذا الاندفاع، وصل بهذا التحدي الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء، على هذا الانطلاق المتميز في هذه اللحظات الرائعة وهذا الانطلاق الجميل في هذه اللحظات. نتابع ال 500 متر الأخيرة التي تحدد الفائز، تحدد الانطلاق مع المركز الأول مع البداية عالي خالد بن سعيد بن مبروك الحميري. المركز الثاني القدوم من قبل الأسد محمد بن سالم الثعلوب الكتبي على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع الفارس محمد بن حمود بن محمد الدرعي على المركز الثالث.
ثالث، ولكن الصدارة هنا تحمل هذا الاسم، تحمل هذا الانطلاق المتميز. ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق، على هذا التواصل في هذه اللحظات. تهانينا والناموس إلى مالك عالي خالد بن سعيد بن بروك الحميري، نهني على فوز عالي بالمركز الأول. المركز الثاني يذهب إلى اللي هو الأسد محمد بن سالم ثعلوب الاكتبية، الثالث رقم 19 كان من نصيب الفارس محمد محمود بن محمد الدرعي، الرابع ضد حمد بن سهيم غمش الشريفي. المركز الخامس رقم 1 ما يهاب خلفان بن هلال محمد بن عبد الله النعيمي، والسادس رقم 17 اللي هو مطلع عوض بن عبد الله بن كيل العامري. طويت 4 دقائق 45 ثانية.